إذا نريد نعرف يعني أنت كيف تستطيع الوصول إلى هؤلاء بإذن الله. طبعا قلنا قبل الدعوة تستعين بالله تفتقر الله، لكن طرق الدعوة كيف تكون؟ أولا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سهل لي. نعم الحمد لله، لأن كنت قسيس من قبل. نعم، وأنا عارف كيفية في المسيحية. نعم. كلها لذلك أنت متخصص. أيوة. في دعوة هؤلاء. أيوة. نعم، وأنا عارف يعني هذا الكتاب المقدس. نعم. نسميها بيبليا. نعم، بايبول. أنا عارف بايبول. النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال لمعاذ رضي الله عنه. أيوة. إنك تأتي قوما. أيوة. من أهل الكتاب. أيوة. يعني قال هؤلاء لديهم حجج. أيوة. لديهم كتب منزلة. أيوة. من السماء، لابد أن تعرف حال المدعو. أيوة. حتى تأخذ لهم الأهبة لاستعداد، تكون مستعد لهم. نعم. إذا أنا بعدما يعني فهمت هذا. نعم. يكون سهل لي، لأن إذا ذهبت إليهم. نعم. أنا عارف طرق. نعم. الطريقة كيف أدخل إليهم، كيف تؤكل الكتف. أيوة أيوة. نعم. أنا عارف والحمد لله، لكن بفضل الله. بفضل الله. لو قلت هذا بقوتي. لا, 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 لا. ينتهي كل شيء. إنما أوتيته إلى على علم لا عندي. هذا يكون. نعم. بلا. نعم بلا والله. لكن الحمد لله أنا جعلني الله سبحانه وتعالى أعرف يعني علم كتابهم. الحمد لله. لأنني كنت أقرأ هذا الكتاب من قبل. نعم. والحمد لله وجدت يعني ال 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 طريق آخر. نعم. يعني طريق إسلامية. الحمد لله. وأنا أعرف أشياء بعين اليقين. الحمد. نعم. لله. الحمد لله. أنا أعرف يعني إذا ذهبت إليهم يعني أريهم. نعم. من كتابهم. نعم. عيسى عليه السلام ما كان ابن الله. سبحان الله. كيف؟ شوف هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية من الكتاب المقدس. نعم. وما كان الله بنفسه. كيف؟ شوف هذه الآية وهذه الآية. نعم. وهم يرون. نعم. ويوجد شيئا في المسيح، في المسيحية. نعم. لا يفقهون كتابه. سبحان الله. لا يفقهون يعني الوقت الذي كنت قسيس يعني يسمعون مني. نعم. إذا قال قسيس فقط. نعم. لا فقط. يعني أي واحد يستطيع يلعب عليه. لا يوجد مراجعة ولا بعث ولا نين. إذا قال قسيس خلاص. خلاص. قسيس. حتى لو قال ولا يخالف في الكتاب المقدس عندهم. حتى ولو أخطأ. نعم. وهم يخطئون. الله المستعان. إذن إذا 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 إذن هذا معناه أن هذا الدين غير محفوظ. غير محفوظ. غير محفوظ. حتى الآن. نعم. بعض القسيسين في كينيا. نعم. بعضهم يكتبون كتاب المقدس بأيديهم. الله المستعان. ثم يعني يكتبون يعني قسيس كذا وكذا. من هو اللي كتب. من كنيسة كذا وكذا. هذا الكتاب لنا. نعم. لأهل هذا الكنيسة. لجماعته. نعم لكنيسته. إذن غير مفروضة. الله المستعان. إذن إذا جلست معهم وأعرفهم الإسلام في كتابهم ولم يعجبون. نعم يتعجبوا. نعم. يتعجبون. كيف؟ عندنا هذا الكتاب منذ هذه الأبدية. لما لا نرى؟ سبحان الله. لا ترعون لأنكم لا تريد أن ترون. نعم ما يريد. سبحان الله. لكن الحمد لله شيطان يلبس عليهم. سبحان الله. إذا 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 جلست معهم وعرفهم هكذا ويرعون يعني يقبلون يعني. نعم. يحبون الدين، يحبون الإسلام وجاءوا. طريق آخر. نعم. طريق الآخر. طريق آخر.